عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا بدأ مشواره العلمي من جامعة القاهرة بعد حصوله على بكالوريوس في علم الفلك. عين معيدا بجامعة القاهرة التي فصلته لاعتراضه على الإجراءات الروتينية بالعمل، فرحل إلى باريس وحصل على الماجستير في علم الفضاء تبعها بالدكتوراه عام 2002، ليكون بذلك أول مصري يحصل على دكتوراه في علم اكتشاف الكواكب والأقمار، وهو ما أهله للانتقال للعمل بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية. يعمل الدكتور عصام حجي حاليا في معمل محركات الدفع الصاروخي بوكالة ناسا الأمريكية في القسم المختص بالتصوير بالرادار، وحصل حجي على العديد من الجوائز العلمية تقديرا لدوره في اكتشاف المياه على المريخ وما يعني ذلك لفهم تطور المياه على كوكب الأرض، خاصة تطوير اكتشاف المياه في المناطق الصحراوية. إذن ضيفنا النهاردة اللي بيشرفنا دكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء والمسؤول عن تصميم نزول مركبة الفضاء على كوكب المريخ ومن المريخ مباشرة عودة إلى أرض الوطن. صباح الفل، أولا برحب بحضرتك وشكرا على تلبيتك لدعوتنا دكتور عصام. صباح الخير، شكرا. قبل ما نبتدي في آخر الاكتشافات والكشوفات اللي بتمثل الحقيقة حدث علمي كبير جدا ومبهر وربما يقلب الكثير من يسبب ثورة في كتير من النظريات اللي كنا بنتعلمها وبنفهمها، عايزين نتعرف على رؤيتك على للأحداث دلوقتي في مصر والأوضاع، ولو نبدأ من ما علقت عليه في البداية هذا التصويت اللي لدينا. بنسأل عن الأولويات، السيد الرئيس كان عنده أولويات 5 بالتأكيد عارفهم: أمن ومرور وقود وخبز ونظافة. الناس شايفين أنه الأمن مفروض أن يكون فيه اهتمام نسبة 76%، الوقود 3، الخبز 3، التعليم والدستور. حضرتك شايف إيه الأولوية؟ يعني أنا مظبوط كده، وأنا عايز أعلق حضرتك لما تيجي تشوفي قائمة الأولويات دي، المرور والنظافة وكده، تلاقي تقريباً إن الأولويات بتخص مدينة القاهرة. معنى كده إن بقية المحافظات وبقية مساحة الوطن اللي هي ما فيهاش مشاكل المرور مش معنية بالأولويات. ما ينفعش إن تكون الأولويات بتاعتنا اللي هي مجرد الأجزاء العملية من حياتنا اليومية. أنا في رأيي الثلاث أولويات اللي هم بعد 100 يوم اللي احنا لازم نكون عندنا: التعليم والمرأة والبيئة. دي أكتر حاجات بتؤزم حياة المواطن المصري. لا يخفى على أي حد أن أكبر ميزانية بتتحملها أسرة مصرية النهاردة هي ميزانية التعليم. ولا يخفى على أي حد في المجتمع المصري أن أكبر المشاكل الموجودة عندنا في المجتمع المصري هي مشكلة المرأة بما كل ما تحمل هذه المشكلة. مش مشكلة توظيف وحقوق وكده، لا، دور المرأة في المجتمع، وضع المرأة في المجتمع، والعلاقات اللي بتخص المرأة والرجل من الزواج وتعارف، كل ده أول سبب في إنفاق الأسرة المصرية وفي تعاسة الأسرة المصرية وفي بناء الأسرة المصرية وفي هدم الأسرة المصرية. احنا حضرتك لما تيجي نشوف، يعني احنا انا كنت قلت في مره قبل كده، لو حبينا نصلح مصر كلها في خطوه واحده، اول شيء اللي احنا نصلحه هي الطريقه اللي احنا بنتجوز بيها والطريقه اللي احنا نتعرف بيها. مش عايزين ناس كتيره ممكن بتحرك تتكلم في الموضوع ده او بنحس ان هو مش مشكله، لا، هي دي فعلا المشكله. شوفي حضرتك نفقات الاسره المصريه في الزواج، وقيس ده على متوسط كام حد بيتجوز في مصر. احنا قلنا ان في 100,000 حالة زواج في مصر في العام، وان ابسط متوسط بنتكلم في 50,000 اللي هي فقط الافراح والحاجات اللي محدش بيعملها غير احنا. احنا بنتكلم في مبلغ يعني يوصل الى 50 مليار جنيه في السنة، الى 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه في السنة، اللي هي مدينة الدكتور زويل بتجمع تبرعات مليار جنيه ولم نحصل عليها. انا بقول يعني ابسط، انا بقول يعني متوسط اللي هي المصاريف ونفقات الزواج قد ايه. فالعادات والتقاليد اللي احنا مش عايزين نغيرها ومش عايزين نقف بشجاعه ونطورها بتحصرنا وبتخنق الاقتصاد المصري وبتخنق المجتمع المصري. صحيح. فرأي قضيه التعليم والمراه هم اول سبب تعاسه الاسره المصريه. جميل جدا، ولكن البعض ممكن يرد دكتور عصام ويقول لنا لا، دكتور عصام حجي عالم مصري مستريح عايش في امريكا، الامور كلها ميسره ومسهله ليه، مش عارف ازمتنا مع الوقود ولا ازمتنا مع الامن ولا ازمتنا مع العيش وطوابير العيش ولا البوتاجاز ولا كل الحاجات دي. كل دي بتتدرج من هذه، وبالتالي اولوياتك يعني مختلفه عن أولويات الشعب. يعني إزاي ترد على
اتهام او راي بالشكل ده؟ ان ده طبعا ان القضايا دي كلها بتتدرج من هذه القضايا. احنا لما نيجي نحل الفروع ولما يبقى الاساس فاسد، لما تبقى الجذور محطوطه في ارض هشه وفاسده، ما نستغربش ان بعد كده الفروع يكون فيها مشاكل. يجب ان نعالج المشاكل من جذورها. دي فرصه تاريخيه امام المجتمع المصري وامام الحكومه انها تعالج المشاكل من جذورها. طب شايفه ان احنا بادئين في الطريق ان احنا نعالج المشاكل من جذورها، ولا احنا بنعالج بشكل سطحي وظاهري؟ انا شايف ان في حاجتين احنا بدانا نعملهم. اولا محاربه الفساد زي ما استاذ ايمن صياد قال، ودي فعلا من اهم الحاجات، لكن الناس عايزه تشوف الظاهر. احنا اللي انا عايز اقوله يعني مهم جدا، ان الحكومه قد تكون او المسؤولين بيقوموا بحاجات او اصلاحات، مش شرط ان كلها يظهر على الظاهر. في حاجات في الداخل زي اصلاح الفساد واصلاح المنظومه الاداريه واصلاح المنظومه التعليميه، الحاجات دي ما بتطلعش في التلفزيون، الحاجات دي الراي العام ما بيسمعهاش. لكن عايزين نقول حاجه، ان المطلوب من حكومة الإصلاح، المطلوب من حكومة إيقاف الفساد، هو ليس إنها تسمع للرأي العام فقط، بل مطلوب من كل القيادات النهضة في مصر، مطلوب من كل المثقفين تغيير الرأي العام. إن إحنا مش معنى إن إحنا كلنا متفقين على حاجة إن إحنا كلنا صح، قد نكون إن إحنا كلنا مخطئين، وده الوقت اللي إحنا لازم نثق فيه شوية في بعض. فأنا برضه يعني عايز أتفق مع أستاذ أيمن صياد في حاجة، إن اللي صوته للدكتور مرسي ما لا اعتقد انه اهم حاجه كان تهمهم الميت يوم. اعتقد ان اهم حاجه كان تهمهم هو ايقاف الفساد. وفي رايي انا الشخصي، الحاجه اللي انا كنت سعيد بها جدا، اللي هو لاول مره من 50 سنه اللي احنا نفصل المنظومه العسكريه عن حياتنا. يعني انا كان في لقاء اللي اجتمعنا بيه بالدكتور مرسي في نيويورك مع الجاليه المصريه كان من اسبوعين، وشد انتباهي شيء مهم جدا، ان اولا الخطابات ما كانت مش مكتوبه، مرتجله. اثنين، انه كان بيرد على كل اسئله بارقام، وانه كان الاسئله التي لا يعرف اجاباتها كان بيلتفت للمستشارين وحد ان هو يجاوب على الاسئله دي. والاهم من كده، كان في مشهد، كان في عدد كبير من المصريين مسلمين ومسيحيين، وكان في ناس بتقف في القاعه وبتشتكي، تقول يا ريس انا عندي شكوى، انا زعلت عملت كذا، زعلت عملت في كذا. وعمري ما شفت المشهد ده، ان الامن كان بيقوم، الامن الشخصي، وروح ويبوس راس الراجل ويقعده ويقول له اقعد واكتب على ورقه. فين احنا كنا في المشهد ده؟ انا يعني لا تربطني اي في علاقه، ولا يهمني ان يكون في علاقه. انا يهمني ان اقول الحق، ان احنا لا يمكن ان احنا نطلب من الناس انها تغير وتطور واحنا بنستنزف طاقتنا في الصراعات والنزاعات، وان احنا نكون قضاه. فتره الرئاسه 4 سنين، انا هحكم على اداء الرئيس في اخر فتره الرئاسه، عجبني هصوت لي، ما عجبنيش انا هنتخب حد تاني. لكن اللي احنا نضع حاجات كده في النص، يعني حتى اذا كانت وعود فهو وعد كان مش في محله، لكن في رايي ان هو ملوش قيمه كبيره. طيب، وعلى الرغم من انه يعني بتعمل بالبحث العلمي، وخروجك من مصر كان بسبب عدم وجود هذا الاهتمام الكافي بالبحث العلمي وبالعلماء، الا انه حتى في اولوياتك ما جاتش يعني فكره البحث العلمي والاهتمام بيه، ولا ايضا في اولويات يعني السيد الرئيس، وتحديدا في التعليم. الميتيوم، التعليم عندك بيشمل الكل. التعليم بيشمل قضيه البحث العلمي. تمام. طيب نروح بقى للمريخ وكريوسيتي او الفضول، مركبه الفضاء اللي حطت على المريخ مؤخرا، واللي يعني بتشرف على كاميرات التصوير بها وعلى تصميم نزولها. ايه اخر الاكتشافات اللي توصلتم اليها؟ واعتقد ان احنا معانا كمان فيديوهات، معانا فيديو ومعانا بعض الصور. مزبوط. فوتوغرافيه لعمليه الحط على المريخ. مظبوط. يعني احنا بدانا في الـ نقدر نقول في بدايه النزول في شهر اغسطس، بدانا نقوم بتصوير اللي هي سطح المريخ، ونشوف اللي هي المناطق اللي فيها اثار للمياه على سطح المريخ. فكل ما المركبه بتتحرك اكتر بنقدر نشوف، يعني لو احنا بنشوف عمليه النزول بعد عمليه النزول اللي تمت يوم 5 اغسطس اللي هي دي اللي بنشوف فيها انفصال المركبه وبدايه الدخول في الغلاف الجوي وبدايه عمليه النزول على المريخ. من اهم الحاجات اللي بنشوفها فيها من بعد النزول يوم 5 اغسطس اللي احنا فعلا بدانا نقوم بالتحاليل ودراسه العينات التربه الموجوده على المريخ، وبدانا فعلا نكتشف وجه التشابه اكتر واكتر بين الارض والمريخ. ده عمليه النزول اللي تمت يوم 5 اغسطس.
ده تصوير حقيقي ولا دي صورة متخيلة على الكمبيوتر؟ دي اللي هي التخيل بالكمبيوتر عمليه النزول. أيوة. بس احنا دلوقتي الصور اللي عندنا بعدها اللي هي الصور اللي فعلا اللي نزلت على سطح المريخ وبدايه تحرك المركبه على سطح المريخ. ف يعني هي اهم حاجه بالعينات اللي بدات تقوم بها المركبه، جمع العينات وبدايه والتصوير على السطح اللي بدانا بنؤكد النظريه ان فعلا كوكب المريخ كان عليه مياه، وانه فعلا كان الشبيه الاكبر لكوكب الارض. كان بالفعل عليه مياه بالظبط، يعني وجدتم اثار لانهار مظبوط جفت. مظبوط كده، مظبوط. يعني في صور ممكن نشوفها اللي هي موجوده في فايلز، في صور مستقله فيه نقدر نشوف ده. بنقارن هنا بحجم المريخ والارض، هو اصغر من الارض، وده كوكب مريخ لما تخيل لك اللي كان عليه مياه كان الكوكب ازرق في يوم من الاوقات شبه الارض بشكل شبه كبير. كوكب الارض بالظبط. فاحنا لو شوف، وده دلوقتي السطح بتاعه وهو تحول لصحراء هرداء شبيهه بالصحراء اللي عندنا. ايوه. والصحراء دي مغطاه بالرمال بالكامل. فلو شفنا اللي احنا في الصور اللي بعدها ان في برضو اثار الوديان الجافه، هي دي اثار الوديان اللي بدات المركبه انها بتمشي في وديان مشابهه ليها وتقوم بتحليل عينات التربه اللي فيها. وديان جفت كانت بتصير فيها انهار، كان بتصير فعلا فيها انهار. ودي اللي هم الثلاث مركبات اللي بتستخدم تكنولوجيا التصوير بالرادار للبحث على بقايا هذه المياه. والصوره اللي بعدها بنشوف فيها تصوير للجليد تحت سطح المريخ باستخدام الرادار. واللي بعدها بتهيألي ونقدر نشوف اكتر الصوره اللي بعدها، ده نموذج اللي هو الاولي للمركبات كيوريوزيتي وتدريبات رواد الفضاء الخاصه بجمع العينات. يعني في المستقبل سيجمع رواد الفضاء العينات على المريخ وليس اللي عمليات التدريب كانت بتتم فين يا دكتور؟ دي كانت بتتم في نيفادا، صحراء نيفادا في الولايات المتحده الامريكيه. وده هنا بنشوف الصورة الحقيقية للهبوط على المريخ. فدي صورة هامة جدا، ده صورة المظلة وهي مفتوحة ونازلة المركبة كيوريوزيتي، ودي قامت بها تصوير مركبة أخرى حول المريخ اللي هي مركبة مارس إكسبرس، قدرت تصور كيوريوزيتي وهي نازلة بالباراشوت بالفعل. ودي الصور الحقيقية الأولى لصورة حقيقية المريخ. يعني ده مارس، ده المريخ فعلا بالضبط، ده صورة المريخ. وده في خيال المركبة بنشوفه منعكس على السطح هنا. وده في صورة اللي هو الذراع الآلي اللي هو بيقوم بجمع العينات ويقوم اللي هو باختراق العينات. جميل. يعني من خلال الدراع الآلي ده احنا بنقوم بجمع العينات من أرض المريخ. طيب احنا شايفين انه في رواد فضاء بيتم تدريبهم ولابسين لبس رواد الفضاء، هنا ايه مهمتهم؟ رواد الفضاء، ميزة المركبة عن رواد الفضاء ان المركبة تستطيع انها تمشي مئات الكيلومترات على سطح المريخ وتبقى سنوات عديدة لجمع عينات. يعني الفرق اللي هنا بنشوف دي الأحد أهم الصور اللي هي لأول مرة بنصور مجرى وادي على سطح كوكب المريخ. ودي من يعني ده المسافة اللي قطعتها المركبة حتى الآن، وهي مسافة 200 متر. والنقطة اللي وصلت ليها بتشوف فيها أثار للوديان على سطح المريخ. وده هي عند اي نقطه دلوقتي؟ النقطه اللي هي فيها اخضر، هو اللي فيها اخضر هي واقفه عند النقطه دي حتى الان. المفروض انها تفضل قد ايه هناك كيوريوسيتي؟ المركبه بتتحرك بمعدل نقدر نقول 20 متر في اليوم لما بتقوم بجمع عينات وبالتحليل العلميه. اما لما بتقوم اللي هي بالتحرك للوصول الى موقع اخرى فممكن تتحرك مسافه بتصل الى 2 كيلومتر في يوم واحد. دي المركبة نفسها؟ دي المركبة في المعمل عندنا أثناء مرحلة التصنيع وبداية وضعها في الكبسولة الإنزال اللي هي لونها أبيض اللي بنشوفها هنا. ودي المركبة وهي في الكبسولة من الداخل. تمام. طب دكتور عصام، اكتشفنا بالفعل وديان أثار وديان أثار وديان وأثار لأنهار كانت بتجري وأثار لمياه كانت على السطح وبالفعل هناك مياه جوفية بالظبط في جوف المريخ. هل ممكن نبتدي نعرف يعني المدى الزمني، امتى كان في المياه دي موجوده او الانهار دي موجوده وامتى جفت؟ هي دلوقتي المقترح ان هذه المياه وجدت في فتره تصل الى 4.5 مليار عام. كانت 4.5 مليار عام. وبقت هذه المياه
بضعة مليارات السنين، يعني نقدر نقول مثلا أكثر من 3 مليار سنة، وهي تقريبا الفترة التي وجد فيها الماء حتى الآن على كوكب الأرض. بمعنى هذا أن الماء وجد على سطح المريخ وبقى فترات شبيهة بالموجودة بها على كوكب الأرض. إذن السؤال كله، هل تطورت حياة على المريخ ما دام المايه كانت موجوده في نفس الفترات اللي موجوده فيها؟ وخلقنا من الماء كل شيء حي. مظبوط، وكان في نفس الوقت المناخ المريخ شبيه جدا بمناخ الارض. بس السؤال، هل احنا الجيل الاول من الاحياء في هذه المجموعه الشمسيه؟ النهارده المركبه كيوريوسيتي بتضع الشك في ده، اللي احنا قد نكون الجيل الثاني من الاحياء في هذه المجموعه الشمسيه، وان الحياه سواء في شكلها الانساني او شكلها العاقل او غير العاقل وجدت في اماكن اخرى، وهي اولها كوكب المريخ ولكن ليس اخرها. وبالتالي احنا فقط في مرحله انتقاليه، احنا كمان كاحياء هنا اللي احنا النهارده احنا بس لوحدنا في المجموعه الشمسيه، لان ما فيش اي شيء بيثبت في الحياه. والانسان قوته مش انه يضع ثوابت، وان هو لا، قدرته ان هو يتغير ويتاقلم الى الافضل مع متغيرات الطبيعه، وده اللي خلى الانسان اللي هو اضعف من الديناصور ان هو لا يهدد بالانقراض حتى الان، بينما الديناصور هو كان اقوى اكبر من الانسان، اختفى في ظرف 6 شهور بعد التغيرات المناخيه اللي ادها سقوط مذنب. فليحمي الانسان في بقائه في هذا الكون هو عقله وفهمه لما يحيط به، سواء متغيرات مناخيه او حتى الاوضاع السياسيه اللي يعيش فيها. طيب امتى ممكن تتوصلوا الى تفاصيل ان كانت هناك حياه اولى بالفعل كانت على كوكب المريخ، وايه هي تفاصيل محاولات الفهم او التعرف؟ يعني هل العينات بتحاولوا تبحثوا عن اثار مواد عضوية بشر او كائنات حيه او احنا نباتات؟ حاليا في خلال بضعة أسابيع ستصل المركبة للموقع التي المفروض تجري فيه تحاليل المواد العضوية. المواد العضوية اللي هي بكل اختصار هي بقايا الأحياء وبقايا يعني أي نوع من الخلايا الحية، وساعتها تقوم بتحاليل دقيقة لدراسة كان في مواد عضوية موجودة على سطح المريخ أو لا، اللي هي بتعكس اللي هي بقايا الحياة دي، ووجودها هيؤكد ان كان في حياه على المريخ. فاعتقد في الشهور القادمه دي في اسئله كتيره هتتجاوب عليها، وفي اسئله اكتر هتتسال بعد كده. طيب سؤال قبل الاخير دكتور عصام، سمعت اكيد عن الازمه ما بين جامعه النيل وجامعه زويل، شايفها ازاي؟ انا في رايي الشخصي ان دي ازمه مفتعله من قله النظام الموجود ومن قلة الثقة اللي هي الموجودة. جامعة القاهرة تغير اسمها من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة، وبدأت بجامعة في أهلية وأصبحت جامعة حكومية. والناس اللي زعلانة جدا إن في مثلا جامعات بتمر بظروف صعبة، نفسي أعرف كانوا فين وإحنا في الجامعة في الظروف اللي مرت بها 30 عام من قلة التمويل ومن قلة الاهتمام. لكن بشكل عام رأينا أزمة بسيطة، ولا يفوت الدكتور زويل إن هو يقدر يتعامل مع جامعة النيل، ولا يفوت جامعة النيل إنها تغتنم الفرصة إنها تعمل على شخص الحامل على جائزة نوبل. اللي عايز أقوله بس شيء واحد بيزعلني في القضية دي، ليس الاختلاف في آليات وضع مدينة الدكتور زويل ولا في آليات بقاء جامعة النيل، اللي بيزعلني اللي هو الاختلاف في النوايا والتشكيك في النوايا. اللي احنا لما نيجي نشوف كده كل اللي حصلوا على جوائز نوبل في مصر، السادات مات مقتول، نجيب محفوظ كان حد حاول ان هو يموته مطعون بسكينه، دكتور برادعي في عزله دلوقتي عن المجتمع، والدكتور زويل بيتهم ان هو بيدمر في جامعه. ففي سر وراء ان احنا ان هذا الوضع. في رايي الشخصي ان احنا بنحتفل بتكريم العالم وبجوائز العالم قبل ما نفهم ان الناس دي فعلا زي ما قدرت تخدم الانسانيه تستطيع انها تخدم مصر. بلدها بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا. وللتنويه امبارح كان في محاضرة في جمعية وتكريم في جمعية العلميين اللي بالتأكيد بينتمي ليها الدكتور حاج، حيث أنه متخرج من كلية العلوم. يوم الأربعاء إن شاء الله هيكون في محاضرة في جامعة في مكتبة الأسكندرية ولقاء مع طلاب جامعة الأسكندرية، ويوم الجمعة هيكون في الجامعة الألمانية في الجامعة يوم الألمانية الخميس في الجامعة يوم الخميس في الجامعة
الألمانية اللي حابب ان هو يسمع اكتر ويعرف اكتر وينهل اكتر من علم وخبرة الدكتور عصام حجي، اما في مكتبة الاسكندرية يوم الاربعاء او في الجامعة الألمانية يوم الخميس. وطبعا حضرتك فجر السبت راجع تاني الولايات المتحدة الامريكية، توصل بالسلامة وفي انتظارك مع مزيد من الانجازات ان شاء الله. شكرا جزيلا. متشكر جدا. شكرا. وبشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا، والقاكم باذن الله السبت اللي جاي بكرة وبعده مع الزميل العزيز دكتور عمرو حمزاوي، الجمعة مع علي البهنساوي وشيرين عفت. ألقاكم على خير بإذن الله يوم السبت.